بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. في البدايه انا اسمي اسلام حنفي، مش اخسر حاجه لو عملت لايك او سبسكرايب في القناه عندي. القناه عندي اسمها بتاع تكتيك. هنتكلم على مرتضى منصور النهارده والمؤتمر اللي كان عنده جوه نادي الزمالك اغلب الوقت. هنتكلم على الحلقه بتاع كابتن خالد غندور هو والمنتج والسيناريست الاستاذ مدحت العدل. بس برضه ده ما يمنعش انك تعمل لايك او تعمل سبسكرايب علشان خاطر المسرحيه الهزليه اللي احنا قاعدين نتفرج عليها في مصر دي مش ناويه تخلص وادينا قاعدين بنتفرج. قلنا مرتضى منصور هيعمل معاك جلاشه بعد ما صعد في الانتخابات في بلاد ما تعملش معاه حاجه. قلنا يا عم عادي مش هيطلع يتكلم ولا يطلع يقول اي حاجه، لان النهارده انا عايز اعمل مؤتمر. وحشتني الحديده، ما بيمسكوهاليش بقالهم فتره طويله، حتى لما مسكتها في انتخابات سقطت. فادوني الحديده، عايز اتكلم على النادي وعايز اتكلم بكل قلبي وعايز اتكلم عن الحب والموده اللي انا بكنهم للدكتور اشرف صبحي برغم انه ما بيلعبش النادي. وعايز كمان اقول لكابتن محمود الخطيب والنادي الاهلي ان انا بحترمكم جدا، بس لما اخذه ما تروحوش تختاروا رئيس نادي الزمالك انتوا واللجنه الاولمبيه والنادي الزمالك بيتهدوا. كابتن محمود الخطيب يا جماعه داخل على النادي اهو بمرزبه، هو وهشام حطب وكل الناس بتوع اللجنه الاولمبيه داخلين على النادي اهو عشان خاطر يهدوا فيه. اللي هو الكلام ده انا سمعناه فتره طويله قوي، اللي هو بتاع نادي الاهلي بيختار رئيس الزمالك وسوكاله الاعلام كانت بتختار رئيس النادي والكلام اللي هو ده. الكلام ده بقى قديم قوي يا سياده المنشار. طب نطلع حاجه جديده بقى؟ لا، احنا بناس بالتعصب. انا عمري ما غلطت في مصر. لو مرتضى منصور بيعمل نبذ التعصب ريلي ده رئيس كابتن احمد شوبير كمان يقول لنا يا جماعه ما ينفعش ان انتوا تعملوا مكالمات خليعه عادي. يعني احنا في مصر هنا بقى بنسمع اي حاجه. البلد دي بصراحه حسين الجسمي زمان كان بيفسرها لنا في تتر بتاع اهلي كايروس، كان تتر عالمي بحب اتفرج عليه. انما حسين الجسمي النسخه الجديده دي ماليش دعوه بيها، دي النسخه اللي المفضله بالنسبه لي، بحب اسمعها قوي بصراحه لما يعني احب اضحك على الحاجات اللي بتفرج عليها هنا في مصر لانها بجد والله. يعني مثلا كابتن خالد غندور راح جاب السيناريست الدكتور او الاستاذ محمد مدحت العدل وقرر يا جماعه ان احنا والله هنتكلم، او تقريبا كان جمال العدل، هو تقريبا كده الدكتور مدحت الدكتور جمال هما الاثنين عندهم اراء ثابته، اللي هو النادي الاهلي وكاله الاهرام كانت بتحارب النادي زمان وكابتن محمود خطيب مش اسطوره. يا راجل يا راجل، دكتور مدحت ما قالش كده بس الاستاذ جمال هو اللي قال كده. بس انا عندي مشكله، حتى كان بهاجم كابتن محمود الخطيب وادارته من اول يوم مسكوا النادي فيه، بس لا اجرؤ ان انا اقول عليه ما كانش اسطوره وجمهور الاهلي هو اللي صنعه. وفي الاخر تقول لي انا عامل حمله نبذ التعصب، اللي هو تمام انا معاك فخم في نادي الزمالك زي ما انت عايز تقول، انت طالع في نادي الزمالك اوريدي يعني فخم واعمل اللي انت عايزه، بس مالكش دعوه بيا يا اسطى. يا اسطى احنا مالنا الفشل اللي انتوا عايشين فيه. المشكله ان انتوا عايزين تصدقوا ان والله الاهلي هو اللي كان بيعمل كل حاجه عن طريق وكاله الاهرام للاعلام. اللي هو طب ابسولوت لي مرتضى منصور بقى كان بيعمل ايه؟ يعني مرتضى منصور واسماعيل سليم ومرتضى منصور ورؤوف جاسر ومرتضى منصور وكل الناس دي كلها كانت ايه؟ وكاله الاهرام هي اللي كانت بتشيل النادي. طب يا جماعه انتوا كدابين اهو بتهبدوا وخلاص، ولا انتوا طالعين تطلعوا ترند على قفانا وتقول لك نفس التعصب؟ ما تبطلوا كدب بقى وفتي. والنهارده مش مرتضى يقول لك انا ما غلطتش في البلد دي. يا راجل واه 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 بقى احنا بقالنا سنتين بنسمع بالعكس. يا راجل انا مصدقك والله، مصدق ان الفيديوهات كانت تركيب، بس مش مصدق لما اخذ كلامك مع خالد الغندور وكلامك مع احمد جمال وكل كلماتك ان انت اسد ومفيش حد في مصر يقدر يحاسبك. انا كنت كل الكلام ده كابتن اسد مش تركيب، كل ده تركيب والله، وسبك للناس تركيب. انت عمرك ما غلطت في حد في مصر، بس معلش بقى انت ازاي بيحترم الجمعيه العموميه وهما منجحين هاني العتال وانت ما دخلتوش النادي هو عبد الله جورج؟ ما تجننيش معاك. طيب ما انا خلاص من كتر ما بتابع الاخبار في مصر هنا بجد الواحد جاله شلل من كتر الحاجات اللي بيسمعها عكس بعض. اللي هو مرتضى يقول لك يا جماعه احترموا الجمعيه العموميه اللي جابتني. انت ما هي الجمعيه العموميه اللي جابتك دي جابت معاك هاني العتال وجابت معاك عبد الله جورج، اسمعني عايزهم يحترموك هنا وما يحترموكش هنا؟ هو ايه الخبط اللي احنا بنسمعه ده؟ يا جماعه ارحمونا والله والله ما كده. يا جماعه لو عايزين تضحكونا ادونا حاجات عاديه، انما اللي انتوا بتدوه ده فوق مستوى طاقه البشر، والله ده فوق مستوى طاقه البشر. وفي الاخر تقول لي ايه؟ نتوقع الاسوء في مباراه الاهلي والزمالك. يا جماعه دي مباراه كوره، اللي يكسب الف الف مبروك واحتفظ بالكاس بتاعك واقعد فيه 3 4 سنين، لانك ديربي تاريخي وديربي اسطوري ما بينك وبين النادي المنافس ليك في بلدك بتلعبه في بطوله قاريه، دي حاجه كبيره جدا. يعني مثلا ما حدش بيقول لك كام العظمه ان احنا اخيرا هنشوف الاهلي والزمالك بيلعبوا فاينل، ممكن اول مره في التاريخ تقريبا ان هم يلعبوا فاينل في دوري ابطال افريقيا الاثنين مع بعض. لا احنا قاعدين بقى والله اللي هيكسب البطوله هيزيد 7000 سنه واللي هيخسر مش عارف هيعمل ايه، ومرتضى منصور يقول لك ده بيحصل. جماعه الموضوع كله عادي، انا عارف ان كل حاجه عندنا في مصر هنا بقت اوفر فشخ، بس عادي ماتش كوره، اللي هيكسب الف الف مبروك، اللي هيخسر والله هارد لك في بطولات جايه. معلش يعني هو يوم 27 مش هيكون يوم نهايه العالم، هو يوم 28 كده كده جاي، والاهلي هيلعب مباريات والزمالك هيلعب مباريات، ما تخلوش كل حاجه صعبه قوي كده بالنسبه للناس عشان خاطر ما تزودوهاش معانا. احنا بنسمع كل ده بمزاجنا وبنعد كل ده بمزاجنا، بس والله العظيم احيانا بتكترها معانا مش كده.
ارحمونا، مش تبقى انتوا خالد الجندي وكل الناس بتوعكم اللي بيتكلموا في السياسه قافلنا. حتى الرياضه لما بنحب نتفرج على الرياضه بتتعبونا نفسيا، المشكله طب بنعمل لكم ايه؟ طيب المشكله ان احنا لو هجينا برضه هندفع ضرايب برضه، مفيش حاجه مش هنهرب والله من السيرك القومي اللي احنا قاعدين نتفرج عليه ده طول عمرنا. بمناسبه السيرك يعني مش تخسر حاجه لو السيرك القومي بتاع في الخمس دقايق ده ما عجبكش، ما كل حاجه في البلد دي ماشيه غلط، فما جاتش على اخوك في الخمس دقايق بتاعه هو اللي هيبقى بوظ الدنيا في الفيديو بتاعه.